السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي الكرام، هل تعلمون ماذا أفعل أنا؟ أنا سأغذي بعض نحلي من هذا المحلول السكري، سأضيف 2 كيلو سكر إلى 2 أو 2.5 لتر من الماء. هذا المحلول السكري المخفف نعطيه للنحل بعد أن نجني العسل، نأخذ كل العسل ونتركه جائعا ثم نعطيه هذا السكر، نعطيه هذا السكر كتغذية، يتغذى عليه فترة ثم نعطيه التغذية الشتوية المركزة. التغذية الشتوية المركزة 75% سكر و 25% ماء، لكن هذا مخفف قياسا إلى المحلول السكري الشتوي. إخوتي الكرام، هذا ليس غشا للعسل، نحن لا نغش الناس أو لا نغش المسلمين وغير المسلمين. هذه تغذية، نحن جنينا العسل، قطفنا العسل، أخذنا العسل إلى البيت، ثم بعد ذلك نغذي النحل بهذا المحلول السكري كتغذية، ثم لتحفيز الملكة على وضع البيض، على وضع أكبر عدد ممكن من البيض خلال الفترة المتبقية من الأيام الأخيرة من الصيف أو في بداية الخريف. فهذا السكر تغذية للنحل ولليرقات حتى لا يموت من الجوع، وحتى نحفز الملكة على وضع البيض، لأن نحن نحتاج إلى هذا النحل في هذا الوقت. هذا النحل الذي يخرج في فصل الربيع كله يموت في الصيف، وحتى الذي في الصيف، فنحتاج إلى نحل نقضي به الشتاء، نتجاوز به الشتاء إلى الربيع، فنعطيه هذا السكر. بعض الإخوة كتبوا لي في التعليقات: أنت تغش وهذا غش وهذا زمن الغش، اتقوا الله. نحن إن شاء الله نتقي الله سبحانه وتعالى، نسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا من المتقين ومع الصادقين ومع المخلصين إن شاء الله. فهذا السكر تغذية وليس غشا نغش به الناس. ثم الذي يغش، هل هكذا ينشر غشه، يعني هكذا في العلن؟ يعني فرضا لو أحد، أنا أو غيري، أراد أن يغش، هل هكذا ينشر مقاطع من الفيديو ويقول أنا أغش، أنا أعطي نحلي سكر؟ لكن للأسف الشديد كثير من الناس عندهم جهل بأمور النحل، ما عندهم يعني هذه الثقافة أو يعرفون شيئا عن النحل سوى العسل، ما لا يعرفون كيف يعيش النحل وكيف يتغذى وكيف يتكاثر. فحتى بعض الناس رأيت بعض الناس يظن أن العسل هو براز النحل. طيب إذا كان هذا براز النحل، لماذا النحل هكذا يبني الشمع والعيون السداسية ثم يخزن هذا العسل أو هذا البراز؟ لكنه جهل وجهل مركب، ورأيته من خريجي الجامعات أيضا، لكن للأسف الشديد ليس لهم أي علم
أو خبرة في النحل، وهكذا يتهمون النحال بالغش والخداع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي الجميع ويبارك لنا في أرزاقنا وفي نحلنا وفي عسلنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.